تحقيق الأمن الشامل هدف أساسي يتطلب تكثيف الجهود وتطوير الأداء من أجل تقديم خدمات أمنية متقدمة بأعلى درجات الدقة والكفاءة والإنجاز. وفي هذا السياق تعمل الإدارة العامة لأمن المنافذ على النهوض بدورها وأداء رسالتها لتأمين منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية. إن نعمة الأمن والأمان تمثل زاد ومصدر العطاء لمسيرة النهضة والنماء في قطاعات متعددة. وفي هذا الإطار وضعت وزارة الداخلية خططها وبنت مشاريعها الأمنية وصولا للهدف الأسمى، وهو أمن وأمان المواطن والمقيم وحفظ الممتلكات العامة والخاصة وحماية المكتسبات الوطنية. ندعم كل الدور اللي تقوم بوزارة الداخلية أنه دور جبار، ونتعاون بجميع المؤسسات، مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، يعني بكل ما أوتينا بقوة في هذا الشأن، لأن حفظ الأمن والأمان هذا مطلب جميعنا نتمنى. الجهود مبذولة من قبل الأمن العام والقائمين والمجتمع، تكاتف المجتمع، الحمد لله رب العالمين، احنا في أمن وأمان فضل الجهود هذه، وإن شاء الله البحرين دوم في أمن وأمان والله لا يغير علينا. الشرطة في النهاية هي راح تخدم الجميع، تخدم المجتمع، تخدم جميع قطاعاته، سواء البحرينيين أو الوافدين، وما في أحسن من الأمن والأمان. يعني أن الواحد يتنقل في البحرين، يعني إحنا نسافر برا نحادر في بعض الأوقات نطلع، لكن إحنا الحمد لله في البحرين في أي وقت نطلع وني، دليل على وجود الأمن والأمان. على الرغم مما تتلقاه غرفة العمليات الرئيسية 999 يوميا من مكالمات يصل معدلها إلى 4078 مكالمة، فإن الأرقام والإحصائيات الأخيرة تعكس تراجعا في معدل الجريمة خلال العام الجاري، وذلك ما يعكس الالتزام الأمني لدى رجال الأمن. وفي الوقت ذاته يبين حجم التواصل والاندماج بين رجال الأمن والقطاعات في المجتمع كافة. لا، يعني أنا في البحرين لي أكثر من عام الحين. أنا كنت مقيم في أستراليا قبل ما أجي البحرين، يعني فالحمد لله رب العالمين إحنا في أمن وفي نعمة، ما في أي إحساس بأي نوع من عدم الأمان، يعني الأمور الحمد لله الأمن مستتب، والشرطة الحمد لله تقوم بدورها يعني كما ينبغي وأفضل، ويعني ندين لهم بالفضل الحمد لله في الأمن والأمان اللي إحنا نعيش فيه. يعني نحن كمواطنون ومقيمون في البحرين نشعر بالأمان، الجميع يعاملون بودية ويساعدنا عند حدوث أي مشكلة كحوادث السيارات، يسعدنا وجودهم هنا ونحن نقدر ما يقومون به، وهم دائما معنا 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع ليحموننا ويشعروننا بالأمان. نحب نحن دوم نيجي البحرين لأن يعني بلدنا الثانية نعتبرها، وما شاء الله فيها الأمن والأمان، يعني نفس عندنا في الإمارات ما شاء الله احنا شيوخنا وهذا الأمن والأمان عندنا، فنعتبرها هي بلدنا الثانية، فنفس الأمن والأمان ما شاء الله، والشعب دوم يعني المجتمع كامل تحسه، والشرطة ويعني أحلى ضيافة نحسها هنا في البحرين. وهكذا فإن يوم شرطة البحرين سيبقى يوما مشهودا على مر التاريخ، يرمز للعطاء والإنجاز تجديدا للمسيرة والأمل في غد أفضل.